السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أعزائي المستمعين والمستمعات عبر أثير أجمل الإذاعات، إذاعة ألف ألف أف أم. أنا معكم حسام الحارثي من برنامج المنصة، معي زميلي ورفيق الموسم جابر العميري. حياك الله يا جابر. يا هلا مرحبا ومستر السادة المستمعين، وكيف الويكند؟ والله ويكند لطيف خفيف، يعني كذا كرويا، يعني انتهى كذا بمباراة مهمة وشغلت الناس، واليوم رجع كذا برضو عودة في مباراة مؤجلة، فجابت الحماس. احنا يعني معتادين المباريات بالغالب تكون في الويكند، بس اليوم معنا اشياء طازة، ومعنا عبد السلام شهري. حياك الله عبد السلام. ما يقدر يتكلم، هو ما يقدر يتكلم بلغة الإشارة، يرحب فيكم ويسلم يعني. طبعا ويرافقنا خلف الكنترول عبد العزيز سحيم. نرحب فيكم أعزائي المستمعين مرة أخرى، أنا جابر العميري من خلف المايك، وزميلي حسام الحارثي. من بدايتها تكليجات، ها؟ والله هو كذا، لا بين تعرف زي التوقفات حقت اللاعبين لما يتوقفون كم يوم يرجعون للمباريات وكذا تروح اللياقة. لا يقول لك الحساسية على الكرة، احنا عندنا حساسية على المايك. المايك أي. طيب نروح قولي. زي كل مرة يعني نروح للعناوين. نروح للعناوين. عناوين المنصة. حكاية جديدة في الكرة السعودية، الزعيم للعالمية. أخيرا أقيل دي سيلفا، هذا حال لسان جماهير الشمس، والعقرب يدرب العالمي. الهلال الجريح يضمد جراحه على حساب التعاون. اي جابر، انا يا اخي ضحكني لهذا العقرب يدرب العالمي. احنا لو والله يكفينا شر الالقاب هذه اللي ما لا طبعا هو لقب بالعقرب، الحركه الشهيره اللي اي طبعا هي هيجيتا. نعم هيجيتا. ما حد ينسى الحركه هذيك، وهو قاعد ينقل مره جاب يسوي عبد الله عنزي، ما ضبطت 100%، بس يعني كانت حلوه فباين اثره، فهو مستلم النادي الحين، موفقين ان شاء الله. طبعا نذكركم اعزائي المستمعين، قبل دقائق يعني انتهت مباراه الهلال والتعاون، فاز فيها الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للتعاون. طبعا سجل لهم هدفين لإدواردو وهدف للظهير الأيمن محمد البريك. حسام خلينا معنا ضيف، نرحب بالمحامي الأستاذ فهد بربع. مساء الخير فهد. حياك الله أخوي جابر، مسي عليك ومسي على زميلك الأستاذ حسام. حياك الله أستاذ فهد. الله يحييكم. حسام، عندنا طبعا سادة مستمعين اللي هي قضية الهلال، يعني اللي كانت متداولة خلال الأيام الماضية صحيح في وسائل التواصل الاجتماعي، وهي طبعا كانت أكثر تداول في الساعات الماضية أو الأيام الماضية في وسائل التواصل أكيد الاجتماعي، لأنها ممكن تفضي إلى نتيجة مهمة جدا، يعني انتظرها عشاق الهلال خاصة والجماهير السعودية بشكل عام. هنشوف وهي فرصة. ايوه طبعا فرصه، ما يعني جات في الملعب تجي او اي مو هذا، واحنا مبارياتنا يعني كلها برا الملعب اصلا اكثر من جوا الملعب، فحنشوف هذه المباراه تنتهي على ايش. نعم. يقول لك طبعا هناك فيه خبر، تدرس اداره الهلال نادي الهلال تحويل ملفها ضد النادي الاهلي الاماراتي الى المحكمه الرياضيه الدوليه، وذلك في حاله عدم الحصول على حقوق النادي، ويعترض الاهلي بسبب مشاركه اللاعب اسامه السعيدي بقميص الأهلي الإماراتي في نصف نهائي الآسيوية في دبي، حيث شارك كبديل ولعب دور كبير في قلب الطاولة على فريق الهلال، ويطالب الهلاليون بتحويل نتيجة اللقاء ضد الأهلي الإماراتي لصالحهم بسبب عدم أحقية السعيدي بالمشاركة في المباراة. وتقدم الهلاليون باحتجاج رسمي للاتحاد الآسيوي ودفع رسوم قبل نهاية المدة القانونية بساعتين، ويعد السعيدي مسجلا في نظام انتقالات اللاعبين لكنه ليس مسجلا كلاعب محلي في الدوري الإماراتي. سؤال استاذ فهد ربع، فهد باربع،
تعليقك أنت طبعا كان لك تعليق في حسابك في إنستغرام ووضحت كثير من الأمور القانونية اللي تخص هذه القضية، يا ريت توضح لنا أكثر حول هذه القضية. أولا بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا القضية هذه أنا يعني في البداية لابد أني أقدم الشكر كمطلع يعني من الخلف مثلكم في الإعلام للإدارة القانونية في نادي الهلال، لأنها صراحة استندت على مادة جوهرية جدا، ويعني ليس كل إدارة قانونية من الممكن أن تستند على هذه المواد. المادة هي مادة أهلية مشاركة اللاعب أسامة السعيدي، بالرغم من أنه مسجل تسجيلا صحيحا في سجلات الاتحاد الإماراتي لكرة القدم كلاعب في النادي الأهلي الإماراتي. اللي حصل أنه اللاعب أنه كان في تاريخ 25/7/2015 كان هذا التاريخ النهائي لتقديم الأندية لكشوفاتها لدى الاتحاد الآسيوي، الأندية المتأهلة. قدم نادي الهلال وقدم نادي الأهلي الإماراتي كشوفاته، ومن ضمن أسماء الموجودة اللي هو الاسم اللاعب أسامة السعيدي. اللي صار إنه في 30/7 بعدها بخمسة أيام، طبعا عندما تقدم الكشف للاتحاد الآسيوي، الاتحاد الآسيوي بعد المطابقة، بعد مطابقة الأوراق ومطابقة العقود وسلامتها، بطبيعة الأمر بيصدر البطاقات اللي هي الكرنيهات لجميع اللاعبين، ولا يعود للمراجعة ويسأل للاتحاد الإماراتي عن الكيفية التي صدرت، طالما أنها وصلت من النادي الأهلي الإماراتي مسجلة إلكترونيا و بمراسلة من الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، فتعتبر الإجراءات جميعها سليمة وصحيحة. المهم أنه بعد التاريخ 25/7/2015 بخمسة أيام تحديدا في 30/7 اعتمدت الجمعية العمومية في الاتحاد الإماراتي لكرة القدم تعديل على لوائح الاحتراف ووضع اللاعبين في الإمارات، فأضافت مادة آسف صحة يا سيدي تفضل أضافت مادة جديدة اللي هي تنص على أنه يجوز لأندية الدوري المحترفين في الإمارات تسجيل عدد 2 لاعبين أجانب إضافيين عن اللاعبين الموجودين، شريطة أن لا يشارك هؤلاء اللاعبين 2 في أي مسابقة محلية في الإمارات. احنا لدينا لو جينا نطلع على أقرب لائحة للائحة الاتحاد الإماراتي نجد أن لائحة الاتحاد السعودي هي القريبة لها. آسف جدا. لا تفضل يا سيدي. صح. في السعودية وفي الإمارات الآن لكل نادي من حقه أن يسجل 6 لاعبين أجانب، 4 لاعبين أجانب موجودين مسجلين في الكشف المحلي، و2 لاعبين يعتبروا في بند من بنود الاستثمار. اللي ساير أنه في الاتحاد الإماراتي، في الاتحاد الإماراتي نصت صراحة اللائحة على أنه تسجيل لاعبين 2 إضافيين على اللاعبين الموجودين بشرط عدم مشاركتهم في مسابقة محلية، ولم تنص اللائحة أو هذه المادة على جواز استبدال أي من اللاعبين الأربعة الموجودين بلاعب آخر من هؤلاء اللاعبين 2. اللي صار أنه النادي الأهلي الإماراتي وقع عقد جديد مع اللاعب موسى سو كلاعب أجنبي خامس لديهم، واستبدل باللاعب أسامة السعيدي في الدوري المحلي. وضع أسامة السعيدي من ضمن اللاعبين 2 بموجب التعديل الجديد في لائحتهم، وسجلوا موسى سو كلاعب من ضمن الأربع اللاعبين المحليين الذين يشاركوا في الدوري المحلي، وبذلك يعتبر أسامة السعيدي لا يستطيع المشاركة محليا، وتركوه للمشاركة الآسيوية بحكم أنه مسجل منذ تاريخ 25/7. جميل. طبعا الاستبدال من استبدال أسامة السعيد في اللائحة الإماراتية هو استبدال خاطئ، ما قام به النادي الأهلي الإماراتي خطأ قانونا، وموافقة الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على هذا الاستبدال أيضا هو خطأ في القانون، لأن لائحة الإماراتية نصت صراحة على تسجيل لاعبين 2 إضافيين ولم تنص على استبدال، بعكس اللائحة السعودية تنص على تسجيل واستبدال.
اللي صار الآن إنه اللاعب أسامة السعيدي أصبح بموجب هذا الخطأ القانوني هو لاعب غير مؤهل للعب في النادي الأهلي الإماراتي. جميل. طيب أنا خليني أبدأ. إيه في نقطة حاب تضيفها أستاذ فهد؟ إيه تفضل. اللي صار إنه غير مؤهل في للعب في النادي الأهلي الإماراتي، نتيجة لذلك كان المفروض من النادي الأهلي الإماراتي عدم مشاركته أمام الهلال في دوري أبطال آسيا، لأنه نصت المادة 26 في لائحة البطولة الآسيوية، لائحة مسابقات البطولة الآسيوية، على أنه أي لاعب يجب أن يكون مسجل تسجيل كاملا وحسب الأصول في اتحاده المحلي. جميل. يعتبر أسامة ليس مسجلا بحسب النظام في الاتحاد الإماراتي. طيب أستاذ فهد أنا خليني أبدأ معك بسؤال من هذه النقطة تحديدا، وسؤال متواضع جدا من متابع غير ملم المام كامل طبعا بالأمور القانونية وخلفياتها. اليوم أي متابع للقضية هذه، متابعين رياضيين، بيشوف أستاذ فهد برباع ونثق في قدرته وفي علمه في هذا المجال، يمشي مع رأي في الأستاذ ماجد قروب كذلك بيقول ويختلف في النتيجة اللي أنت وصلت لها. في كمان أستاذ خالد أبو راشد تقريبا، وين في تقارب في بعض الأمور ولكن عنده نتيجة كمان ثالثة. أنا اليوم كمتابع، وأنا أفترض أنه دائما القانون كلمة واحدة يعني بتفصل حتكون واضحة للجميع، إيش التفسير لهذه الآراء المتعددة في قضية واحدة وباسم القانون؟ شوف، هو طبيعي الاختلاف، اختلاف شيء إيجابي يعني ما هو شيء سلبي، ولكن يعني أنا أتكلم بمواد، أنا ما أتكلم كلام عام. هو حتى الأساتذة الثانيين بيقول لك بالمادة كذا وكذا وكذا. أنا أمس كنت في مداخلة في قناة الام بي سي، وكان معي الأستاذ خالد أبو راشد، وكان تحديدا يعني كنا متوافقين في الرأي. نعم. في كثير من الأمور، ولكن أنا لم أطلع تحديدا على رأي الدكتور ماجد قروب، ولكن إن كان بمواد معينة ومفصلة فله ذلك، ولكن أنا يعني من باب حرص إضافي لدي يعني كي أقدم يعني رأي قانوني واضح للمستمع، درست لائحة الاحتراف الإماراتية، درست اللائحة الآسيوية، بعد كده يعني طلعت بهذا الرأي هذا بناء على إنه اللائحة الإماراتية كان فيها خطأ في توضيح النص. لو أضافوا كلمة استبدال للنص المعدل الجديد الذي يعتمد في 30/7، كنت أنا أقول لك من الآن إنه احتجاج الهلال غير سليم. جميل. ولكن هذه الكلمة هي الآن الفيصل في موضوع الاحتجاج في نادي الهلال. بالنسبة للتفسيرات يعني في رأي آخر يأخذ بالتفسيرات، بأنه يترك التفسيرات لأعضاء لجنة الانضباط الاتحاد الآسيوي، منهم من يقول طالما أنه اللاعب مسجل في الاتحاد الإماراتي فيعني ما فيها مشكلة يكون مسجل، وغير طالما أنه مسجل انتهى الموضوع يعني. ولكن الاتحاد الآسيوي في نص مادته يقول أنه لابد أن يكون مسجل تسجيلا حسب الأصول وحسب الأنظمة في الاتحاد المحلي، هذا يعني أنه مسجل ومؤهل للعب وليس فقط مسجل. تمام، واضح، جميل، ممتاز. طيب حنطلع أنا عارف النبرة الهادية هذه شوراها لا 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 حنطلع فاصل لأنه أنا عندي سؤال بس أستاذ فهد خليك معانا بس بعد الفاصل قصير أعزائي المستمعين ونعود. تفضل. عودة لكم مستمعينا من بعد الفاصل، أنا حسام الحارثي ومعي جابر العميري، ومعنا على الهاتف ضيفنا الأستاذ فهد بارباع الرجل القانوني لهذه القضية اللي طرحينها اليوم. شو اسمه بس خليني أنا قاعد أدور زعل علينا. مين زعل؟ عبد العزيز لا والله ترى حبيبي قلبه أبيض. طيب لا عصب بس لا لا هذه كده بس، هو ترى مشاعره لحظية جدا يعني شوف الحين نسي، ترى الحين واحنا نتكلم هو نسي. طيب اعزائي المستمعين خليني اذكركم بارقام التواصل اللي حابين يشاركونا طبعا في ارائهم حول مباراه الهلال والتعاون اللي لعبت الليله، راح ناخذ ارائكم طبعا في الجزء الاخير من حلقتنا لهذا اليوم. رقم الهاتف 012
6-1-6-1-1-0-0. الرقم الثاني 0-1-1-2-1-7-8-5-8-5. قل لي. طبعا خليني أسأل بس الأستاذ فهد بربع. أستاذ فهد، يعني أنت باعتقادك كقانوني وتحدثت نحو هذه القضية، يعني وجهة نظرك إيش المواد اللي راح يستند عليها الاتحاد الآسيوي، وهل يعني الاتحاد الإماراتي يعني زي ما تفضلت أنه مخالف للائحة الاتحاد الآسيوي، يعني معناته أنه ما راح يعتمد على لائحة الاتحاد الإماراتي أو تؤخذ لأنه فيها ثغرة قانونية؟ لا، هو حيأخذ انه فيها ثغرة قانونية، لانه اللائحة الإماراتية مو لازم يعني الاتحاد المحلي انه ياخذ موافقة لاي تعديل او اي نظام جديد، انه ياخذ لابد انه ياخذ موافقة من الاتحاد الآسيوي عليه. الاتحاد الآسيوي له انظمته، والاتحادات المحلية لها انظمتها المتوافقة مع لوائح الفيفا. طبعا اهم شيء انها ما تكون مخالفة للوائح الفيفا، هذه نقطة أساسية طبعا. أي، ولكن ما في وجوب إنه لا بد من الاتحادات المحلية. لا، بس أنت قلت أنت فيها ثغرة وفيها نقص لائحة الاتحاد الإماراتي الجديدة المضافة في لائحة أوضاع اللاعبين بالاتحاد الإماراتي لكرة القدم. وهي هذه المادة اللي بتحديد المادة 26-2-ب، هي هذه المادة اللي أنا أشوف إنه نادي الهلال يجب أن يستند عليها حتى يعني يدعم موقفه بشكل قوي. ومثل ما سمعت انا يعني في وسائل الاعلام انه حوالي يمكن احتجاج الهلال حوالي يمكن 100 صفحه، فاكيد انه مدعم باسانيد قانونيه قويه تدعم موقفه. طبعا احنا ما اطلعنا على رد النادي الاهلي الاماراتي، انا حسب ما سمعنا انه تقريبا صفحه او ايوه تقريبا يعني صفحة ونص صفحة، يعني هذا شيء راجع لهم وشيء راجع للدارة. لا، إيش الاختلاف في إنه أنا مثلا بأرسل 80-17 ورقة 20 ورقة، وإني أنا أرسل ملخصة قد تكون المذكرة نفسها 20-30 ورقة المذكرة القانونية، ولكن المتبقية الأوراق كلها مرفقات معها، يعني أوراق تسجيل ولوائح مرفقة ضمن اللائحة، ولكن المكتوب قد يكون 20-30 ورقة. اليوم الاتحاد الاماراتي والنادي الاهلي الاماراتي يجب ان يدافع عن حقوقه، سواء بنص صفحه سواء بصفحه، ولكن ليس من المعقول ان يكون نص صفحه، لان نص صفحه لو كتب الطرفين بس هي كلها نص صفحه، فما بالك برد على 100 صفحه المذكوره من النادي المكتوبه من نادي الهلال. انا اشوف انه القضيه ما حتكون يعني ما حتتوقف في لجنه الانضباط في الاتحاد الاسيوي. اعتقد ان القرار يوم غد كما سمعت من لجنه الانضباط الاتحاد الاسيوي، ولكن سواء لصالح الهلال او لصالح الاهلي الاماراتي الطرف الاخر المتضرر سيستأنف القرار، واتوقع حتى بعد الاستئناف سيصل القرار لمحكمه التحكيم الرياضيه، لانه في انظمه الاتحاد الاسيوي تجيز لاي نادي الذهاب لمحكمه التحكيم بدون موافقه الاتحاد الاسيوي، فورا يذهب الى هناك. اللي ابغى اوصل له يمكن الهلال برضه يعني قام فيه من قبل، انه لابد من مخاطبه الاتحاد الاسيوي بتاجيل المباراه النهائيه، لانه الاجراءات القضائيه ممكن انها تتاخر شوي لو وصلت لمحكمه الكاس، فلابد من تاخير او تاجيل المباراه النهائيه لموعد اخر. وهذا تشوفه يعني شيء وارد، يعني قد يكون فعلا؟ إيه ضروري، إذا لأنه الأنظمة في الاتحاد الآسيوي تجيز لك أنك أنت تخاطب وتنتظر قرار الانضباط، بعد قرار الانضباط عندك فترة للرد أو للاستئناف، وبعد قرار الاستئناف من حقك أنك أنت تروح لمحكمة التحكيم في سويسرا. تمام، طيب محكمة التحكيم الرياضي. أي طيب أستاذ فهد، خليني أسألك الرد اللي هيجي بكرة قالوا أو بعده كذا من 100، يعني كم النسبة اللي أنت حاطط أنه ممكن تروح للهلال القضية هذه؟ والله ما عندي نسبة، لأنه صراحة أنا ما أعرف رد الاتحاد النادي الأهلي الإماراتي إيش مكتوب. قد يكون عندهم رد لو اطلعنا عليه تغير المفهوم. أنا سألت لأنه افترضت إنه أنت متفائل يعني بذهاب القضية لصالح الهلال. أنا متفائل بموجب ما قرأت من اللوائح. تمام، بموجب ما قرأت من اللوائح. ولو ما حصل عليه أي. نادي الهلال متفائل بهذه القضية. نعم، طيب ولو ما حصل أنت مع الاستئناف بعدين ولا مع إنه خلاص بلاشي من الدوشة؟ لا، أنا معهم إلى محكمة التحكيم. ممتاز، جميل. أنا أقول تم شو طالما
وجود امشوا فيها الى اخر نقطه. جميل. هو حد وراء مطالب بالضبط. تمام. طبعا نشكر المحامي والاستاذ فهد ورباع، شكرا على مدخلتك. شكرا جزيلا استاذ. شكرا فهد. لكم. شكرا لكم. حسام شكلها بتطول شوية. والله يعني شوف يعني طولت أو ما طولت، اليوم أتوقع اللي عمله الهلال خصوصا بعد يعني الخروج المؤلم من نصف نهائي آسيا، فيبدو أنه عنده تعافي سريع، الريكفري عنده عالي الفريق جدا، وفي عملية فصل واضحة وحقيقية من إدارة الهلال بحيث أنها تفصل لاعبينها عن الأمور. فلو طولت أتوقع يعني عطفا على ما شفناه اليوم ما حيكون لها تأثير كبير على الأداء الفني للفريق، فخلي الحق على قولة أستاذ فهد، هو قانوني قال لك ما ضاع حق إيش وراه مطالب. وراه مطالب. نعم. طيب حسام والسادة المستمعين، خلينا نرحب بالإعلامي الأستاذ عبد الغني الشريف. مساء الخير. غني والله جابر حبيبي، ورحب بالأخ حسام وبالمستمعين. هياك الله أستاذ عبد الغني، نورت المنصة وإذاعة ألف ألف أفهم. الله يحييك. طيب سادة المستمعين والمستمعات، جابر والسادة عبد الغني، حنا بنناقش موضوع كذا يتعلق بالنصر والبيت النصراوي، بس خليني أعطي لك إيش شوية كذا بعض الأسطر في هذا الموضوع. أشاد رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي بن ناصر بالجهود التي قدمها المدرب خورخي دا سيلفا خلال إشرافه على تدريب الفريق في عام 2009 أو في الموسم الماضي والحالي، وقال سموه في اجتماعه مع اللاعبين قبل بداية تدريب الفريق: كما تعلمون تمت إقالة المدرب ونتمنى له التوفيق، وحقيقة أن النصر فيما مضى من منافسات الموسم لم يقدم الصورة المعروفة عنه، وأنتم لم تظهروا بمستوياتكم المعهودة. وأضاف: النصر هو بطل الموسم الماضي والذي قبله، وفي هذا الموسم عملنا على دعم الفريق بعناصر ليكون أفضل مما سبق، إلا أن النتائج لم تكن بصورة مرضية لنا جميعا. وقال سموه: لو لم يكن لدي الحماس والإصرار والثقة على أن يبقى النصر في القمة وأن يحقق المزيد من البطولات لتركت النادي ومنحت الفرصة لإدارة أخرى، ولكنني أشعر أن النصر بكم مؤهل ليواصل تواجده بالقمة ويسعد الجماهير. وبين سموه من حق أنه كذلك من حق الجماهير أن تعتب وتغضب، لأن هذا نابع من حبها وعشقها للكيان ولسقف الطموح لديها. بعد هذا الاجتماع بدأ الفريق تدريباته المغلقة تحت إشراف هيجيتا وبمساعدة طبعا طاقم من مدربي درجة الشباب، وهذا كان أول حل وأول تصرف من قبل إدارة النصر بعد الدوامة التي عصفت به. طبعا بكل تأكيد أخوي حسام، سادة المستمعين، أنه من الطبيعي بعد النتائج المتدنية اللي قدمها الفريق النصراوي، وخصوصا أنه هناك مطالبات من نهاية الموسم، كان هناك في مطالبات الكل تقريبا أيه. خلينا نقول من السوبر هو بداية ما كان نعم. فيه اقتناع أساسا، يعني كثير من أعضاء الشرف نعم. جماهير غير مقتنعين في دا سيلفا، والآن طبعا ساعدت النتائج على إقالة المدرب دا سيلفا. صحيح. عبد الغني، يعني سؤالي اللي هو طبعا دا سيلفا بطل للدوري العام الماضي وقدم النصر مستويات، في ناس يقول لك كان الفريق جاهز وبطل من العام اللي قبله وكانت بعض العوامل ساعدت على نجاح المدرب. اولا شوف دا سيلفا، يعني نقتنع جميعا انه مدرب يعني له ايجابيات وله سلبيات، لكن انا في رايي يعني يمكن دا سيلفا العام الماضي ما كان هو الركيزه الاساسيه في تفوق النصر. انا اعتقد تفوق النصر كان لعاملين، اولا الاستقطابات المحليه للاعبين، ويعني الدافع المعنوي كان تحقيق الدوري العام الذي اللي قبله، فأعطاهم دافع كبير. ويمكن فارق النقاط اللي أنهى فيه النصر الدور الأول بخمس نقاط أمام الأهلي، ويمكن هو كان يمكن أقرب منافس كان هو النادي الأهلي، لكن احنا شفنا العام كان برضو في أخطاء كثيرة. يمكن مباراة الأهلي اللي تقدم فيها النصر بهدفين ورجع الأهلي وكسبها بأربعة تدل انه دي سيلفا ما هو ذاك المدرب، يعني كقراءة فنية او وضع التشكيل المناسب عنده خلل كبير في هذه المشكلة. يعني انت لما تجي تتكلم على نادي النصر لما تعد اللاعبين تقدر تقول اني انا العب بفريقين في نفس التوقيت، يعني اللاعبين تقريبا حتى البدلاء يمتلكوا نفس القوة،
لكن شوف أنا يمكن الموسم هذا يعني هو نتاج اللي يمكن الدفع المعنوي كانت العام في تحقيق البطولة، لكن كان في أخطاء كبيرة يعني سواء من المدرب دي سيلفا أو من اللاعبين أو من الإدارة. لكن النسبة الكبرى أنا أعتقد أنها بين دي سيلفا وبين الإدارة، خاصة أولا شيء أول المعترك الإعداد المتأخر لبطولة السوبر. لما تستعد لبطولة السوبر أنك تقابل مباراة يعني كبيرة أمام الهلال وهي افتتاح الموسم وأنت ما تستعد أكثر من 10 أيام أو أسبوعين، يعني هذا خطأ فني كبير جدا عمره ما يحدث حتى مع الفرق الأقل مستوى. الشيء الآخر يعني أنت كان عندك فجوة واضحة العام الماضي في محمد حسين. محمد حسين لاعب يعني إحنا نقول لاعب كبير، لكنه الآن أعتقد أنه ما هو رجل المرحلة في نادي النصر. كان المفروض أنك قبل تبحث عن اللعيبة الأجانب أني أبحث عن لاعب في العمق الدفاعي سواء المحلي او حتى لاعب اجنبي يقدر يحل لي المشكله هذه، او اني مثلا يعني ايش المشكله اني ما العب مثلا بعمر عساوي العب معاه في عبد الله ممادو، يعني لاعب شاب ايش المشكله انه ليش ما تدي اللاعب ثقه؟ يعني محمد حسين شفنا اخطاء كثيره جدا في الفتره الاخيره. ايضا برضو شفت يعني الحصول يعني وصول اللعيبه المتاخرين الاجانب كان في خلل كبير جدا. واعتقد شوف المشكله الكبيره في نادي النصر إنه الدعم المادي يعني بيشتغل من شخص واحد هو رئيس النادي أو عضو شرف، وهذه برضو يعني أنت الآن أقل لاعب الآن تبغى تأخذه يعني مثلا زي نايف هزازي كلف الإدارة شيء كبير جدا، وأنا برضو ضد إنه نايف هزازي يروح النادي زي النصر. أنت كنت تبحث عن لاعب يعني أفضل من ذلك، إنه قلب دفاع أو عندك في أماكن هي المشكلة، لكن يعني أنت الهجوم ما شاء الله عندك الراهب، عندك الزهلاوي، عندك يعني الآن مايجا، يعني من الصعب إني يكون عندي مثلا 4 أو 5 مهاجمين، يعني منطقيا يكون عندي 2 مهاجمين والثالث برضو يعني على نفس المستوى. أعتقد أنه كانت في أخطاء كثيرة هي السبب، أيضا تراجع بعض مستوى بعض اللاعبين، يمكن برضو غياب بعض اللاعبين عن بداية فترة الإعداد، كلها يعني أشياء تجمعت مع بعض. لكن أنا أعتقد أنه قرار الإقالة كان متأخر جدا، وكان المفروض أنه يكون بعد الجولة الثالثة. كان عندك فترة شهر أنك تجيب مدرب يعني يستطيع أنه يعد الفريق بشكل إيجابي، يتعرف على قدرات اللاعبين، لكن تتخذ القرار الآن أعتقد أنه صعب جدا. يعني حتى أي مدرب الآن يبغى يجي بيواجه مشاكل كثيرة، يعني ما عندك فترات التوقف اللي كانت معاك في الفترة الأولى. جميل. طيب أستاذ عبد الغني، نستأذنك والسادة المستمعين في فاصل قصير ونعود بعده لاستكمال حديثنا حول قضية دا سيلفا وابتعاده عن النصر. اهلا وسهلا اعزائي المستمعين في القسم الاخر من برنامج المنصه على اذاعه الف الف الموجه السعوديه. انا جابر العميري وزميلي حسام الحارثي نرحب فيكم مره اخرى، وضيفنا الاستاذ الاعلام القدير عبد الغني الشريف. استاذ عبد الغني حياك. الله يحييك. طيب بس خلينا احنا نذكر اعزائي المستمعين للمشاركة في البرنامج، اللي هو طبعا حناخد اتصالاتكم في آخر ربع ساعة في هذا البرنامج، برنامج المنصة 0012-616-1100 و0112-17585. مرة أخرى 0012-616-1100 و0111-27585. هاي جابر يساوي كم؟ والله احنا في بين الفاصل نقول اللي هو الارقام، ذكر الارقام بالحسبة الرياضية ولا دجل. طيب استاذ عبد الغني، خليني يعني بعطيك سؤال من نقطة ذكرتها في سياق اجابتك على ما ذكر اخوي جابر في سؤاله. لاحظت انه لو لخصتنا حوارك وصححني لو كنت غلطان، انه ترى المشكله الاساسيه في النصر وادائه هي الخيارات الخاطئه سواء في الاستقطاب او الابقاء على بعض اللاعبين، صح؟ انه في خلل في العمليه هذه. نعم في خلل. طيب يعني الان انت مثلا يعني ما بحثت عن ظهير ايمن بديل مثلا لخالد الغامدي. ممتاز.
ما بحث عن قلب دفاع. يعني المشكلة من العام أنت لو يمكن لو لاحظت إنه الجميع كاد إنه العام الماضي النصر كان عنده مشكلة في العمق الدفاعي. يعني حتى يمكن جمهور النصر يعني يمكن انصدم يوم سوى تجديد يعني التعاقد مع محمد حسين، لأنه كان واضح إنه محمد حسين أقل مستوى. يعني شوف أحيانا لا تكابر، يعني شوف الهلال يعني بقوته والهلال بيلعب الاثنين الاستوبر في قلب الدفاع جانب، يعني معناه إنه هو المدرب دائما بيشوف الخلل. أنا أعتقد إنه هذه الخطأ اللي وقع فيه إدارة نادي النصر. جميل. أنا هنا يعني ببني كنت سؤالي وبكمله في الأول، الإبقاء على يعني إما خيارات إبقاء خاطئة أو استقطاب خاطئة، هذا توجه إدارة ولا طلبات فنية من المدرب؟ والله شوف، إذا كان المدرب شايف إنه يعني محمد حسين ومثلا ما في أخطاء وما في يعني حاجة للدعم، فهذا أعتقد إنه هذا يدل إنه خطأ إداري. إذا كان المدرب تارك الأمر بشكل كامل لإدارة النادي، هنا شيء ثاني. أنا ما أقدر أحكم لك على الوضع، هل هو اللي بيتم التعاقدات هو المدرب ولا الإدارة، لكن بشكل عام أنا أقول لك إذا كان على وضع صفقة نايف الزاز، يعني ما أعتقد المدرب حيطلب مهاجم، وأنا عندي المهاجم الأول محمد السهلاوي، وعندي الآن مثلا جبت مايقا، وعندي مثلا الراهب. يعني أنت المفروض أنك تبحث عن الخلل الأول اللي عندك. ما كان عندك مشكلة في الهجوم، بالعكس يعني هجوم النصر الآن في فائض قوي جدا. الخلل واضح أنه عندك المشكلة كلها في الدفاع. يعني أنت جبت بديل لحسين عبد الغني، ما جبت بديل للظهير الأيمن، ما جبت يعني ما حليت مشكلة في قلب الدفاع، هي أكبر مشكلة كانت تواجهها. أنا زي ما قلت لك الهلال يعني كان سنوات كان عنده المشكلة هذه وعمل على حلها، جاب اثنين أجانب ديجا وكواك وحل المشكله كبيره. وهذا هذا يعني المفروض ان احنا دائما نقتنع انه الحل لازم ابحث عن اللاعب اللي يفيدني، ما ابغى اللاعب اللي عشان انا اقول والله اني اكسب جماهيريه ولا اني جبت اللاعب هذا بالضغط. ليش الفائده اني اجيب لاعب واحطه في الاحتياط زي نايف هزازي مثلا؟ كان الافضل اني صرفت المبلغ هذا وتعاقدت مع لاعب او لاعبين في العمق الدفاعي حلوا عندي المشكله، طالما عندي يعني بدلاء يعني متميزين في الهجوم. ممتاز. والمشكله طبعا انا اتفق معك استاذ عبد الغني انه مشكله في الكره السعوديه التدخلات الاداريه، حتى على مستوى المنتخب، حتى على مستوى، واحنا نعرف هذه امور لها زمن طويل يعني ما راح تنتهي ولا راح، طبعا رئيس النادي اكيد حيتدخل، وهذه مصيبه طبعا، وان تركنا الحبل على القارب مصيبه اكبر من بعض المدربين. تتفق معي؟ والله انا اتفق معك. يعني شوف في مدربين مثلا بيجي بيجيب لك خيارات غريبه جدا، وفي يعني في ادارات بتتعامل بالعقل، لكن في ادارات انا اقول لك انا اللي ماسك الفلوس وانا اللي بدفع اجيب اللي ابغاه طالما اني اقدر. يعني لما تتكلم مثلا على انديه بتغير في الموسم الواحد، يعني مثلا النادي الاهلي العام غير 7-8 لاعبين يعني اجانب في موسم واحد، هذا رقم كبير جدا. النصر غير لعيبه، الاتحاد غير لعيبه، يعني كل المشكله يعني يدل انه انت الخيارات هذه لازم. يعني شوف لما نحن نمتدح مثلا خيارات الاهلي لما جاب مثلا عبد الشافي وجاب السومه نقول والله خيارات ايجابيه، نمتدح الهلال لما جاب ديغا وجاب الان يعني ادواردو، يعني نمتدح الخيارات هذا. لكن في المقابل يعني انا حين لما اجيب مثلا لاعب زي يونس مختار مثلا في النصر واحطه على قائمه البدلاء، طيب ايش الفائده؟ يعني بامكاني اوفر المبلغ هذا في لاعب محليين، او ادي لعيبه الاولمبي او اللاعبين الصغار ياخذ فرصه افضل. يعني هنا المشكله كبيره في الانديه، وهذا نتكلم عن الهدر المالي، وهذا المشكله نتكلم عليها رعايه الشباب، يعني سايب المال السايب كذا واضح في الانديه. اي نعم انه في ناس بتدفع، لكن برضو في النهايه هذا كله بيسجل ميزانيات على الانديه، بيكون مشاكل. احنا شفنا يمكن ميزانيات في انديه ما عقدت جمعيات عموميه، وفي انديه عقدت جمعيات عموميه وكان في واضح الارقام اللي شفناها. لكن اتمنى فعلا انه لما اجي اختار انا اختار اللاعب اللي يفيدني، مو لازم اني يعني اطلع لاعب والله اجيبه ب 35 مليون ولا ب 20 مليون ولا، وفي الاخير تدخل علي قضايا في الفيفا ومشاكل كثيره. لا، انا ابحث عن اللاعب اللي انا احتاجه الفريق. يعني زي ما قلت انت جابر، يعني المشكله في بعض الاداريين هو اللي بيتخذ القرار، واذا سلمت يعني لبعض المدربين لعب لك فيها سمسره، هذه كمان اشكاليه كبيره. وهذه برضو اللي احنا نطالب فيها، لازم يكون عندي لجنه فنيه في الانديه، ناس يعني يبحث يعني من ابناء النادي او مدربين وطنيين او ناس يعني زي ما بيحصل في مثلا في الامارات، بيحصل مثلا في قطر، اللي بيقوموا على التعاقدات هناك لجان فنيه متخصصه، في شيء اسمه مستشار فني اللي بيدير كره القدم، بيدير النادي بشكل عام، هو صاحب القرار. لكن هنا يعني كل واحد يعني مثلا عضو شرف معايا مثلا مبلغ انا اجيب لكم اللاعب اللي ابغاه، طيب اللاعب ما المدرب ما اقتنع فيه او ما يبغى، طيب ايش الفائده؟ حيجي التركه ويترمي على ظهر النادي، هذه المشكله كلها. ممتاز. طيب
سيد عبد الغني، خلينا احنا ننتقل للمحور الاخر، وهي طبعا الحدث اللي طبعا التقى اليوم مساء اليوم التعاون والهلال في كأس ولي العهد، وتفوق الهلال بنتيجة 3-0. كيف شفت المباراة فنيا عبد الغني؟ والله شوف المباراة كانت يعني بصراحة يعني جميلة فنيا، فيها لعب وفيها حماس، فيها لعب على المرمى، وهذا شيء إيجابي من الفريقين. احنا نعرف ان التعاون بصراحة يعني من افضل الفرق اللي تلعب كرة قدم الموسم هذا بأمانة. يعني في الاربع جولات كان حتى اليوم يعني الفريق ما كان يستحق الخسارة، لكن ما كان يعرف يتعامل يعني باسلوبه مع المباراة بأمانة. يعني يمكن جوميز مدرب التعاون الجميع امتدحه، يعني انا مثلا تتوقع انه مثلا فريق زي الهلال راجع من خسارة وخروج من بطولة أكيد حيكون يعني يمكن الوضع النفسي وللاعبين، لكن أعتقد أنه إدارة الأمير نواف بن سعد يعني عملت بشكل إيجابي. شفنا اللاعبين بيلعبوا كرة قدم، وهذا المفروض يعني في جميع الأندية. أنت خرجت من بطولة ما توقف، الكرة القدم ما تتوقف في العالم، إحنا بنشوف الأندية في أوروبا بيخرج من بطولات وبيلعب، لأنك أنت شوف إذا تبغى تتوقف معناه أنك أنت يعني خلاص أنك تلعب على وقت معين وانتهيت. هذا الخطأ، يعني أنا خسرت بطولة خلاص أفكر في اللي بعدها في النهاية، ما هي خسارة العالم ولا حتوقف. فأعتقد أنه اليوم يعني الأداء اللي قدمه الهلال هو الأداء المفروض، العقلية الاحترافية اللي يصير عليها اللاعبين في الأندية السعودية. أنا ما أقعد والله أقول والله إني اللاعبين متأثرين من الخسارة، ما في شيء هو متأثر من الخسارة. يعني في شيء اسمه انك انت بتلعب محترف، بتلعب كره قدم، بتلعب على ان كل بطولات ما جت البطوله هذه تجي اللي بعدها، خلاص ما اتوقف عند شيء معين. التعاون اليوم انا اعتقد يمكن اللي فرق مع التعاون اللاعب احمد الزين، كان لاعب تكتيكي من الدرجه الاولى، يعتمد عليه دائما جوميز في الكرات الهجوميه المرتده. يمكن اليوم ما توفق، يعني حتى نايف موسى سجل هدف، لكن ما هو طبعا ليس بمهاره احمد الزين. احمد الزين يعني كان بيمتلك مهاره فرديه رائعه جدا، عنده سرعه، عنده انطلاقه. اليوم ايضا يعني مدرب الهلال دونيس يعني اغلق كل المنافذ بامانه. يعني ادواردو يعني لاعب فارق، يعني هذا لما اقول لك انا عندي لاعب يفرق معايا في المباراه اكيد هذا يفرق. يعني برضو الظهير الهلال الايمن البريك يعني لاعب متميز بصراحه، يعني يمكن كان عامل يعني منطقه شوارع في محمد البريك. محمد البريك يعني ممتاز. كان منطقه يعني ممر سهل جدا، وجاب هدف طبعا، سجل لعب. هدف يعني. وفي برضو لازم نمتدح برضو اليوم فايز السبيعي، يعني بامانه كان نجم المباراه. يعني نعم، يعني بصراحه حارس متميز. المباراه تعطينا انطباع انه هذا المفروض اني انا اتعامل بعقليه اللاعب المحترف. خرجت من بطوله ما اقعد ازعل ولا خلاص اقول والله اني انا متاثر، لعيبتي متاثرين نفسيا، حلعب. لا، انت خلاص انتهت المباراه هذه، انتهت سواء فزت فيها او خسرت، لازم تفكر باللي جاي. اعتقد انه التعاون حتى مع خسارته يعني نضل انه فريق محترم جدا، واتمنى انه يلعب على نفس العطاء والاداء، لانه يمتلك مدرب يعني صاحب عقليه يعني تدريبيه مميزه ولاعبين اكفاء جدا. جميل. انا استاذ عبد الغني يعني عجبني بس الموضوع اللي اشرت عليه انه ما هي نهايه الدنيا دائما اذا راحت بطوله ولا شيء. لنا في هولندا يعني خير مثال، هذه مساكين اكثر ناس وقفوا على كاس العالم وما شالوها، ولسه ما شاء الله شغالين. السؤال اللي بس كنت بقول لك عليه، اليوم في لحظة من اللحظات خصوصا بعد التعادل التعاون مع الهلال، التعاون كان ممكن يضع الهلال في حرج كبير، يعني مع ذلك تخلص الهلال وبشكل هادئ، وبدل الاثنين خلاها 3. يعني حتى فرق الهدف ممكن حتى لو طلعوا فايزين اليوم المتابعين ما حيكونوا مطمئنين يعني عليه تماما. ايش اللي يميز الفريق اليوم فعلا يعني بعد الخروج؟ ما حد يمكن توقع النتيجة هذه ولا ده، الكل كان منتظر يعني عثرة جديدة للهلال، بس بايش تميزوا الليلة تحديدا؟ شوف، تميز لعيبة الهلال اول شيء انك بتلعب كرة قدم بالروح، يعني ما اتوقف اني تسجل فيه هدف اواصل بنفس الاداء. تميز التقارب بين اللاعبين، ويمكن كان زي ما قلت لك لعبوا كثير على الاطراف. يعني لما يكون عندك لاعب زي يعني البريك، وعندك الشهراني في الجهة اليسار، عندك منطقتين شغالة بقوة، وعندك لاعب زي ادواردو يعني لاعب مثلا بيتقمص دور المهاجم، يعني فجأة تلقاه يعني هو اللي بيسجل، يعني الهداف بيكون خارج منطقة الجزاء، في تحركات. يعني هذا اللعب بدون كرة أعتقد أنه موجودة بشكل إيجابي جدا عند الهلال. عندك لاعب زي الشلهوب يعني بأمانة يعني بالعمر هذا كله بيقدم يعني عطاء متميز، وبيلعب ما شاء الله للدقيقة 80 أو شيء. يعني هذا يدل أنه كرة القدم بالعقل، ما هي بالسرعة ولا بالقوة ولا بالصغر بالسن، لا بالعقل. يعني أنا كلاعب كيف أوزع مجهودي؟ أعتقد أنه الهلال يعني عرف أنه
المدرب لما سجل فيه تعادل كان واضح برضو. شوف الهلال كان أفضل يعني مع حتى بشكل كامل على المباراة. يمكن كان في خلل واضح يمكن في قلبين الدفاع في التعاون. هذا السبب أنه يعني يمكن برضو حتى المحور اليوم ما كان بشكل يعني رغم اجتهادات اللاعب البرازيلي، لكن أعتقد أنه أدواردو كان علامة فارقة بشكل كبير جدا اليوم، وأيضا محمد البريك الظهير الأيمن، هم أعتقد الاثنين هذول كانوا علامة فارقة، هم يعني كانوا خلف الفوز. وزي ما قلت لك التعاون كان بيلعب على جملة تكتيكية، لو لاحظت في كل المباريات أحمد الزين كان فارق دائما في المنطقة اليسار، لو كان موجود أحمد الزين اليوم كان حيشكل يعني متاعب كبيرة خاصة على البريك. ما ممتاز. طيب ممتاز، في دقيقة لخص لي بس مجمل المباراة قبل لا نطلع فاصل ونودع السادة بتغني. مجمل المباراة يعني أداء متميز من الهلال مقابله أداء إيجابي من التعاون، لكن بدون فاعلية أمام المرمى. في المقابل الهلال كان عارف يستغل الفرص ويسجل. طيب ممتاز. جميل. شكرا سيد عبد الغني الكاتب والناقد الرياضي في صحيفة الرياضية، شكرا لك. شكرا حسام وشكرا يا شكرا هي ليلة سعيدة. تقول لي هات والله ما في هات، هو بس في نقطة برضو مهمة قالها، أعتقد توزيع المجهود اللي قام فيه الهلال بعد أنه الكورة فيها شوية هداوة وتكتكة أكثر من الجري، فحصل نوع من توزيع المجهود، لأنه في الشوط الأول ترى كانوا منهكين واضح على صح. الهلال الإنهاك أنا يعني توقعت ما حيستمروا على رتم جيد في الشوط الثاني، مع ذلك حصل نوع عارف السيف باور مود هم حفظوا الطاقة شوية ورجعوا في آخر الدقائق. ممتاز حسام وأعزائي المستمعين، كل هذا على فين؟ كل هذا حنناقشه في القسم الأخير مع الجماهير والاتصالات، انتظرونا بعد الفاصل. عودة إليكم مستمعينا بعد الفاصل وفي القسم الأخير من برنامج المنصة على إذاعة ألف ألف أف أم، معكم أنا حسام الحارثي وزميلي جابر العميري في انتظار اتصالاتكم الهاتفية ومداخلاتكم للتعليق على مباراة الهلال والتعاون اللي انتهت بفوز الهلال الليلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للتعاون. ذكركم بأرقام التواصل، الرقم الأول 012-61-61-100، الرقم الثاني 011-217-8585. هذه كويسة ولا تمسك في الراس ولا ما تمسك؟ لا تمسك واضحة. طيب وكذلك هاشتاق المنصة طبعا على تويتر بطبيعة الحال، اللي حاب يغرد ويكتب راح ناخذ بعض التغريدات واحنا ماشي. طيب حسام، طبعا مباراة الهلال والتعاون كانت مهمة بالنسبة للفريق الهلالي زي ما تفضلت، مهمة زي ما تفضل الكابتن أو الأستاذ عبد الغني الشريف، أنه رجوع الهلال ومحافظته على الناحية النفسية والتفوق في هذه المباراة وتغلب على العامل من الخروج للبطولة الآسيوية أمر مهم جدا. يعني كلنا عارفين موضوع الخروج دائما من بطوله والعوده الى اجواء مسابقه ثانيه، خصوصا اذا كانت دوري برتمها وطبيعتها اللي كلنا عارفينها احيانا بتكون صعبه على الفريق، واحنا شفنا فرق جابر خرجت من ادوار احيانا ابتدائيه في بطولات محليه وعاديه مقارنه ببطوله مثل اسيا، ومع ذلك دخلوا في صدمه وفي دوامه وهذا الشيء اللي برايي اليوم الهلال تجاوزه. يعني خروج كان صعب ولكن قابلوا اليوم أداء، يعني كان الهلال صعب على الخصم اليوم. ممتاز. في اتصال؟ طيب ناخذ اتصال. ألو مرحبا. ألو ألو ألو. هلا والله سهلا. يا هلا والله، عرفنا باسمك ومن وين؟ عبد الرحمن من الرياض. حياك الله عبد الرحمن. حسام تفضل يا أبوي عبد الرحمن. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. إيش أخبارك؟ الله يعافيك ويسلمك. والله الهدف الأول من المشاركة هذه اللي هي السلام عليك أنت وزميلك، طبعا أنا زميل حارق لك جدا وبذكرك فيني بعد شوي. عبد الرحمن أبو حيمد ولا مين إذا ماني غلطان؟ لا ونعم حياك الله، سنين ما شفناك. حياك الله عبد الرحمن. والله
وفقنا لك والله. أنا سمعت صوتك في الراديو وحبيت أكلمك وأسلم عليك. الله يحفظك كثير والله. سعيد فيك والله يا عبد الرحمن ودائما مشايف شغلك ومتابعك وموفق يا رب. الله يسعدك والله. الله يسعدك. وكيف كيف يدك الحين من الكرين يعني طلعت عضلات ولا لسه؟ والله ليسن عليها لصقات بيضة عرفت. الله يعينك ويقويك. إني لاعب طائرة. الله يقويك عبد الرحمن متميز والله. الله يعافيك ويسعدك. حياك الله عبد الرحمن. الله يحييك. بخصوص والله مباراة الهلال انا وانت تعرفين المباراة اليوم يعني الهلال كان ضاغط لكن كان ممكن يضيع المباراة في اي لحظة يعني، وهذا للاسف شيء يخوفنا من الهلال حتى الفترة الجاية. هذا اول شيء. ثاني شيء وانا اخوك انا بعلق على كلمة بسيطة قلتها انت وزميلك في بداية اللقاء او في نصه انه ما خذوها من مباراة بياخذها من الطاولة. انا ما اعتقد انها تحسب بالطريقة هذه لان هذا حق قانوني للهلال ما يتعتبر من الطاولة ولا من غير الطاولة، هذا حق قانوني. هي لسه ما قلنا بالقانون لو رجعت ما قلنا لا طاولة ولا قلنا اي شيء قلنا بالقانون او عفوا المكاتب من المكاتب قلتوا اي لا لا انه احنا كنا نتكلم احيانا المباريات تمتد الى ما بعد ال 90 دقيقة وتصير فيها يعني امور اوراق رايحة اوراق جاية. هي حقوق قانونية يعني وليست بكل تاكيد طبعا مع احترام يعني كل الاندية، وهذا بالعكس هذا تعتبر شطارة، واذا كان في ثغرة لاي نادي فرصة يستغلها ما في اي شك عشان كذا وضع القانون. صح زي ما قال دي واحد ضيف كريم عندكم قبل ما تقولون من الطاولة أو بعدها كانت شطارة في الجهاز القانوني في النادي الهلال. ممتاز الأستاذ فهد برباع المحامي المستشار القانوني. نعم الله يعافيكم ونسأل لكم بخير مرة ثانية. الله يحفظك عبد الرحمن شاكرين لك أبد السعيدين بمداخلتك في المنصة. حياك الله يا عبد الرحمن. قول لي يا جابر في اتصال ثاني شيء ولا؟ طيب ناخذ اتصال. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا اخوان طيبين؟ حياك الله. نحب نبارك الجمهور الهلال جميعا بإذن الله يعني من انتصار لانتصار بإذن الله، ونحب نعيد يعني صراحة رئيس الهلال اللي ما قصر كل شيء صراحة. جميل. من معنا ومن وين؟ ما عرفتنا. أيوه بندر بن الحسن من مكة. حياك الله عبد يا بندر. الله يسلمك. خصوصا يعني خسارة الهلال الآسيوية والصدمة اللي تعرض لها الموسم الماضي ما نبغى نتكرر يعني بإذن الله يعني فوز التعاون يعطينا أمل فوز الاتحاد وانتصارات بإذن الله الجاية، وخصوصا الشكوى اللي مقدمها الهلال بإذن الله يعني نفوز بها ونوصل النهاية بإذن الله. متفائل يعني بظهور النتيجة لصالح الهلال؟ إيه بإذن الله رب لك. طيب إحنا هننتظر إن شاء الله. شوف هي بكرة ولا بعدها نشوف. أتوقع يوم الثلاثاء. الثلاثاء نعم. هي يعطيك ألف عافية أخوي أول مرة أشارك في الراديو. أبدا هذا برنامجك ووقتك حياك الله أي وقت. الله يسلمك. حياك الله أبدا. يلا يعطيك ألف. أهلا وسهلا. طيب نأخذ اتصال. مرحبا. ألو. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. شكلك نايم أنت. والله على وشك نوم. طيب من معانا ومن وين؟ خالد من مكة. هياك الله يا خالد. طيب فز يا خالد كده وكلمنا وإيش عندك قول عن مباراة الهلال والتعب. والله الهلال صراحة قدم وسوى اللي عليه بدل جهد في الآسيوية ولازم يريح شوية في المحلية، لكن إن شاء الله نعوض خسارة الأسبوعية بالدوري وكأس الملك وكأس الإله إن شاء الله بإذن الله. شكرا لك. شكرا خالد. معنا اتصال كمان عبد العزيز. نأخذ اتصال نقول ألو. أنا نمت مع خالد نومني مغناطيسيا ترى من مكة وتليفون بس. ألو. ألو. أهلا وسهلا. ألو. ألو تفضلي. شكرا حظ بارك للهلال وبس باركة الهلال وبس. اي يلا مبروك الهلال. في اتصال غيره ولا؟ طيب ناخذ اتصال. مرحبا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل من معانا ومن وين؟ الله معكم فارس من ابها. حياك الله حياك الله واهي الله اهل بأهبها. الله يعطيكم الصحة والعافية. وياك فارس. أبدا أنا بس تعليقي على لجنة تقصي الحقائق عند اتحاد أحمد عيد،
وقضيتهم على اهلي، ما ادري هل انتهت القضيه الان ولا ايش الوضع. انت شطحت فين هنا؟ شطحت فين؟ وديتنا بعيد بس ما يخالف يعني. لان فعلا لان قضيه مهمه جدا يعني كون الاتحاد السعودي يتهم نادي مثل النادي الاهلي بالقذاره. احنا تكلمنا فيها معلش، بس خليني اكمل. اخوي الغالي، معلش اخوي الغالي، لكن فضل. انا اقصد اوكي، كيف الان احمد عيد، اتحاد احمد عيد يعني يحط اللجنه ويشكل لجنه وهو خصمي يعني. انا اتمنى ان تكون هناك لجنه خارج اطار الاتحاد السعودي حتى ياخذ الاهلي حقه، لكن بهذه الطريقه انا اسميه لعب عيال هذا يعني. كيف اتحاد احمد عيد وتناقضات احمد عيد ولجان البرقان الى اخره. طيب شكرا. فقط حق طيب خصمي. عندك تعليق بس عن مباراه الهلال؟ معلش على اللجان الاسيويه والله مباراه الهلال اليوم نشكر الحكم الهويش على ما قدمه. نعم. ولو كان هذا الحكم موجود معهم في اسيا كان خذوا العالميه وليست اسيا بعد. طيب شكرا. قسوة على الهويش، حياك الله يا اهلا وسهلا. طبعا بكل احنا بنتكلم كثير والتحكيم ما نابد. هو تصدق يعني شوف بعين المتابع امانه يعني، مثلا انا شوف لا مقيم فني ولا تحكيمي ولا شيء، بس احيانا بعين المتابع تقدر تعرف في انواع من الحكام. انا اليوم لاحظت الهويش فعلا يمشي كثير، عرفت؟ وهذا طريقته في اداره المباراه، يمشي كثير. فهذه هذه الخصلة لها تبعات الواحد يعني يتحملها ويشوف، بس عادي يعني في الأخير هو بيحاول أعتقد يدير مباراة سريع رتمها وكذا، على عكس في حكام ثانيين ممكن يوقف على كل احتكاك، على كل انزلاق، على كل فتختلف. لكن حلوة، قال يجيبون العالمية. هذه قسوة. طيب احنا طبعا مستمرين ناخذ آراءكم أعزائي المستمعين من خلال اتصالاتكم على برنامج المنصة أو التعليق على هاشتاج المنصة. طبعا يعني التحكيم احنا ما زال برضو اي ما في مشاكل يعني كثيرة، وما زال طبعا ما في احد بيرضى للتحكيم، وما زلنا ما في تطور لسه، في اخطاء بكل تأكيد. طبعا الاخطاء موجودة في كل حكام العالم. شوف حتى لو انتقلنا يعني مثلا في سنين جاية وقولوا صار الشيء اللي الكل يتفاداه طبعا، انه التحكيم يتحول الى ايش؟ الى نظام آلي بحت، يعني يقول لك مثلا ايش؟ يكون سيستم ما يكون في عنصر بشري. برضو يا جابر راح تلاقي في خلافات على هذه الآلات وعلى هذا السيستم. في طبعا مشاركة من الأخت أسماء. نعم. تقول متصدر تقدر تكلمني، ما هي الصدارة اللي تكبرني؟ تاريخي كبير بإنجازاتي، استريح يلي تفكر تنافسني. جميل والله. في شكرا. هذا بيت شعر ولا؟ طبعا اكيد خاطره طبعا. شعر شعر رياضي طبعا. هو طبعا صداره هلاليه اليوم، بس بالنسبه حتى على الصداره تتفق معي جابر لسه يعني، حتى قبل على الجوله اللي فاتت قالوا صداره الاهلي ولا صداره كذا ولا الى الان ما في صداره حقيقيه، لا زالت لعبه الكراسي في اوجها. يعني احنا جوله رابعه، في عندك خامسه طبعا يعني رابعه اللي لعبها اليوم بالنسبه كانت جوله رابعه للهلال، لانها مؤجله من الجوله الرابعه. قول احنا في الجوله الخامسه، لكن لعبه الكراسي مستمره في هذا الموسم، واعتقد انها حتطول يعني، مو مثل المواسم اللي قبل يعني. اتوقع حيكون في ايش؟ في مفاجآت، في كل حيكون في متصدر في كل جوله. طبعا هناخذ اتصال اخير. سام. نعم. مرحبا. الله. اخذ هذا الاتصال. هذا الاتصال ماله نصيب. طيب في اتصال ثاني. طيب اتصال اخير. يا مرحبا. بس وطي صوت الراديو لو سمحت. الو اي، هو مشكله هذه صوت الراديو طبعا، لانه اللي احنا نقوله الحين هو يصل حقيقه للمستمعين بعد كم ثانيه، بعد ثواني، فكم بعد 15 ثانية. اوه شايف، ففي يعني متاخر يعني. لا بس طبعا في بعضهم يعني احنا الحين خلصنا البرنامج ترى. بسرعه الضوء هذه. طيب متفق معي جابر في موضوع انه الكراسي متحركه في الصداره في الجولات هذه، والتقارب اللي انت شايفه، انت تجيش تحسب بين الاول والسابع كم والسادس. الآن الهلال وهي هم الأقرب، الهلال والأهلي هم الأقرب للمنافسة. طبعا الدوري لسه باقي يعني، ما تدري فيه مفاجآت كثيرة. مثلا حتى النصر ما صعبت عليه، أنا برأيي لسه طبعًا عندك طبعا يعني. طبعا لسه في أمل لكل الفرق.
خلينا احنا انا يعني اشيد بفريق التعاون اللي نعم. هو ما زال يعني الفريق الحصان الاسود في الدوري بيقدم مستويات حتى اليوم رغم انه خسر لكن قدم مستوى جدا رائع جميل. احنا هنا اللحظة الحزينة انه احنا طبعا نفارق او نودع اعزائي المستمعين ومستمعين الف الف الموجة السعودية يعني في برنامج المنصة طبعا حنلتقي فيكم ان شاء الله باذن الله. حسيتك بتعتزل يا جابر والله انا قلت خلاص طيب نعم ايوه مو انت تقول اللحظة الحزينة ايه ايه بس يعني مو مرة حزينة يعني ما لا خلينا برامة. نعيشها شوي طيب يا سيدي كل شكر طبعا كان معنا استاذ عبد الغني الشريف وفهد بربع طبعا المحامي والقانوني حول قضايانا اللي طرحناها الليله عن الهلال واحتجاجه وعن دا سيلفا وخروجه وامور اخرى. نلتقيكم غدا باذن الله في نفس الموعد. هذه تحيه لكم مني حسام الحارثي وزميلي جابر العميري. تصبحون على خير. تصبحون على خير.